بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. عندنا اليوم درس جديد للصف الثاني الابتدائي في مادة العلوم تحت عنوان القوة تحرك الأشياء، والدرس الثاني ألا وهو المغناطيسات. نبدأ. طبعا هذان الدرسان يندرجان تحت الوحدة السادسة، وهي بعنوان الوحدة والطاقة. الدرس الأول: ماذا تعمل القوة؟ أما بالنسبة للدرس الثاني، ما المغناطيس؟ الفكرة العامة، مفردات الفكرة العامة. أولا سنتناول عنوان القوة. ما هي القوة؟ إما أنها قوة سحب أو دفع. طبعا كما عودناكم أن بداية الدرس نتناول المفردات بشكل سريع، ثم بعد ذلك نبدأ بالتفصيل بشكل مفصل. الجاذبية قوة تجذب بها الأرض الأجسام إليها. المفردة التي تليها: الاحتكاك قوة تقلل من سرعة الأجسام المتحركة. المفردة التي تليها: التجاذب سحب الأجسام بعضها لبعض. المفردة التي تليها: قطباء المغناطيس، وهما طرفاء المغناطيس، حيث تكون قوة جذب المغناطيس عندهما أكبر ما يمكن. التنافر تباعد الأجسام بعضها عن بعض، مثل ما هو موضح في هذه الصورة. القوة تحرك الأجسام، هذا هو درسنا الأول. أنظر وأتساءل كيف أحرك شيئا وكيف أجعله يتحرك مسافة أبعد. بدفعه بقوة وأجعل الشيء يتحرك مسافة أبعد باستمرار تأثير القوة عليه. يعني الشيء إذا بغيت أحركه أدفعه بقوة وأجعله يتحرك مسافة، أستمر في تأثير القوة عليه، أزود قوة الدفع عليه. أقرأ وأتعلم. السؤال الأساسي: ماذا تعمل القوة؟ المفردات التي سنتناولها بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس، وهي القوة، الجاذبية، الاحتكاك. عندنا صديقنا هذا يمارس لعبة كرة القدم، وكما هو موضح لدينا قام بركل الكرة. ما الذي يحرك الأجسام؟ لا تتحرك الأجسام الساكنة من تلقاء نفسها. أي جسم عندي ساكن لا يتحرك من تلقاء نفسه. طيب كيف أخليه يتحرك؟ لذا علينا دفع الشيء أو سحبه ليتحرك، إما الدفع أو السحب. فعندما ألعب كرة القدم مثلا، فإنني أركل الكرة فتتحرك الكرة في الملعب. طيب إذا أني ما ركلت الكرة أو ما سحبتها أو ما أثرت عليها، ستبقى هذه الكرة موجودة وين؟ على الملعب بدون تحرك. تمثل ركلتي دفعا، فإن لم أركلها فلن تتحرك الكرة وستبقى في مكانها. زي ما ذكرنا قبل قليل أن الكرة إذا بقيت في الملعب بدون ما أثر عليها سواء بقوة سحب أو دفع، فإنها لن تتحرك من مكانها. عندما تكون الركلة أقوى تتحرك الكرة أبعد. في فرق بين أني أركل الكرة بقوة ضعيفة أو بقوة قوية، فكلما ركلتها بقوة أقوى كلما تحركت الكرة إلى الأبعد. يسمى الدفع أو السحب إيش؟ قوة. ممتازين، قوة. إذن دفعت شيئا، إذا دفعت شيئا فإنني أبعده عني، أما إذا سحبته فإني أقربه إلي.
واضح يا أبطال؟ إذا قمت بدفع شيء فإني أبعده عني، أما إذا سحبته فإنه أقربه، فإني أقربه إلي. فركل الكرة دفع، بينما شد الحبل سحب. كيف يعني؟ يعني زي صديقنا هذا ركل الكرة، هذه تسمى قوة إيش؟ الدفع. ممتازين. بينما شد الحبل سحب، صديقنا هذا جالس يشد الحبل، وش سوى؟ دفع ولا سحب؟ ممتازين، سحب. أطيعوا تحريك أجسام مختلفة بقوة مختلفة في المقدار. كيف بقوة مختلفة في المقدار؟ كلما كانت القوة كبيرة كلما تحرك الجسم مسافة أكبر. وش عندنا هنا؟ عندنا أصدقائنا، صديقنا هذا جالس يدف العربة التي يوجد بها صديقنا الآخر. ما الذي يحرك العربة؟ العربة كانت في مكانها، حتى لو كان صديقنا هذا موجود العربة تبقى في مكانها. ما الذي جعل العربة تحرك؟ ممتازين، قوة الدفع. لماذا نحتاج إلى القوة؟ لماذا نحتاج إلى القوة؟ لتحريك الأجسام والتأثير عليها، لتحريك الأجسام والتأثير عليها. لو نلاحظ أصدقائنا هذولا في الملعب كل مجموعة جالسين يشدون الحبل باتجاههم، هذولا يشدون الحبل بهذا الاتجاه، والآخرين الفريق الثاني يشدون الحبل بهذا الاتجاه. يسحب مجموعتا الطلاب الحبل كل منهما في اتجاهه. لماذا لا يتحرك الحبل؟ ليش؟ لأن الفريق الأول يسحبه في اتجاهه، الفريق الثاني أيضا يسحبه في اتجاهه، فالحبل لا يتحرك. ليش؟ لأنه في قوتين أثرت عليه، القوتين قوتا سحب من جهتين، وبالتالي لا يتحرك الحبل من مكانه. ما بعض أنواع القوة؟ ما بعض أنواع القوة؟ عندما تتحرك الكرة إلى أعلى فإنها تسقط بعد قليل نحو الأرض. أنا ركلت الكرة إلى أعلى، بعد قليل تسقط الأرض. طيب شو اللي خلاها تسقط إلى الأرض؟ القوة التي تسحب جميع الأجسام إلى الأرض هي قوة إيش؟ الجاذبية. الجاذبية. فعندما أقفز إلى أعلى فإن الجاذبية تعيدني ثانية إلى وين؟ إلى الأرض. واضح يا أبطال؟ إن قوة الجاذبية تجذب الأجسام سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية. جميع الأجسام تجذبها الجاذبية إلى وين؟ إلى سطح الأرض. ويسمى مقدار القوة التي تسحب الأجسام في اتجاه الأرض إيش؟ وزن الجسم. وزن الجسم. طيب عندنا صديقنا هذا في يده كورتين، وفي كورتين موجودة في الهواء. ماذا تتوقع أن يحدث للكرتين، هاتان الكرتين اللي في الهواء؟ هل ستطير؟ ستقع. ممتازين. طيب ما هو سبب وقوع هاتان الكرتان؟ ممتازين، الجاذبية. إذا كنت أتزلج وأردت أن أتوقف فإنني أجعل الكابح المطاطي يلامس الأرض، فيسبب هذا التلامس احتكاكا، فالاحتكاك قوة تبطئ حركة الأجسام أو توقفها. طيب الاحتكاك هذا فيش يحدث أيضا في السيارة؟ إذا أراد والدي أن يوقف السيارة فماذا يفعل؟ يضغط على المكابح، وبالتالي تسبب قوة احتكاك وتقف السيارة، وينشأ الاحتكاك عن حركة أو محاولة تحريك جسمين متلامسين. سنأخذها بعد.
وتكون قوة الاحتكاك أكبر على السطوح الخشنة، بينما الناعمة تكون عليها إيش؟ قوة الاحتكاك بسيطة وليست كبيرة، لذا يصعب دفع أو سحب جسم على سطح خشن، لأنه إيش؟ يحتاج إلى قوة أكبر من القوة اللازمة لتحريكه على سطح أملس. يعني نقول إنه إذا كان الاحتكاك على سطح خشن فإنه يكون أكبر، ولا بد أن يبذل قوة أكبر لتحريك الجسم، بينما إذا كان على سطح أملس وش اللي يصير؟ يحتاج إلى قوة أقل، يحتاج إلى قوة فيما تتشابه قوة الجاذبية وقوة الاحتكاك. كلاهما قوة تؤثر على الأجسام في اتجاه معين فتبطئ حركته. الجاذبية تؤثر على الجسم أنها تسقط على الأرض، الاحتكاك تؤثر على الجسم أنه إيش؟ تبطئ حركته. واضح يا أبطال؟ هذه عندنا حذاء التزلج، وهذه هي إيش؟ هذه اللي تسبب الاحتكاك. الاحتكاك هذا عشان يتوقف الولد إذا أراد أن يتوقف صديقنا هذا. قوة الاحتكاك تبطئ من حركة الولد أو توقفه. واضح يا أبطال؟ ننتقل التي تليها. عندنا كرة، سقطت الكرة بعدين توقفت هنا، ماذا يحدث لهذه الكرة؟ سقطت الكرة وتدحرجت بعدين توقفت هنا، ماذا حدث لها؟ يلا نشوف. تسقط الكرة على العشب وتتدحرج، الاحتكاك يبطئ من حركتها حتى تتوقف، يبطئ من حركتها حتى تتوقف. خلاص، كيف تغير القوة الحركة؟ القوة تغير حركة الأجسام، فيمكن أن تحرك القوة الأجسام الساكنة زي ما قلنا، إما بالسحب أو الدفع، أو توقف الأجسام المتحركة، أو تغير من اتجاهها. بعض الأحيان في عندي الكرة ماشية في جهة أبغى أمررها لأحد أصدقائي وأغير من اتجاهها. يستخدم اللاعبون القوة في الملعب لتغيير اتجاه حركة الكرة. أفكر في لعبة رياضية تستخدم فيها الكرة وكيف يتغير اتجاه الكرة. لعبة كرة القدم، يتغير اتجاه الكرة بالتأثير عليها بالدفع في اتجاه معين. لما أمرر الكرة لصديقي أو لرفيقي في نفس الفريق، أؤثر على الكرة بالدفع في اتجاه صديقي في اتجاه معين، أي في اتجاه صديقي في اتجاه المرمى في اتجاه معين يعني تصير. خلاص، هذه بتوضحها لنا بشكل مفصل. صديقنا هذا معاه الكرة، يؤثر اللاعب بقوة على الكرة لكي يمررها إلى زميله. مرر الكرة إلى زميله، بعدين وش سوى صديقنا هذا؟ يؤثر هذا اللاعب في الكرة بقوة دفع تغير من اتجاه حركة، مررها لزميلنا، زميلنا هذا يبغى يجيب هدف. بعدين ركل الكرة على المرمى، يؤثر الحارس أو حارس المرمى بقوة في الكرة لإمساكها، ويؤثر كذلك في الكرة لتمريرها إلى لاعب آخر من نفس فريقه. واضح يا أبطال؟ طيب السؤال اللي عندنا ما هو؟ ما القوة التي يستخدمها اللاعبون؟ هذا اللاعب مر الكرة للاعب هذا الآخر، اللاعب الآخر حاول أن يحرز هدفاً، ركل الكرة إلى المرمى، ما القوة التي يستخدم اللاعبون؟ جميع اللاعبون هذولا يستخدم اللاعبون قوة إيش؟ السبب والنتيجة، ماذا يحدث إذا زادت القوة التي يؤثر بها على الجسم؟ زي ما قلنا قبل قليل،
فرق القوة التي تؤثر بها على الجسم تؤثر على المساحة أو المسافة التي يقطعها الجسم. يتحرك الجسم بسرعة أكبر ويقطع أيضا أكبر. مسافة. لماذا يصعب دفع الجسم على بعض السطوح من الخشنة مثلا؟ بسبب قوة الاحتكاك العالية بين الأجسام والأسطح التي تعوق حركة الجسم. واضح يا أبطال؟ هذه الأسطح هي التي تعوق حركة الجسم بسبب قوة الاحتكاك العالية بين الأجسام والأسطح والتي تعوق حركة الجسم. السؤال الأساسي: ماذا تعمل القوة؟ ماذا تعمل القوة؟ تؤثر القوة في اتجاه الأشياء والأجسام. الدرس الثاني عندنا المغناطيسات. المغناطيسات، انظر وأتساءل لماذا يجذب المغناطيس بعض هذه الأجسام ولا يجذب بعضها الآخر؟ لو نلاحظ المغناطيس اللي عندنا هذا يجذب بعض المشابك الورق، بينما الأغطية هذه لا يجذبها، لا يجذب المطاط. لماذا يجذب المغناطيس بعض هذه الأجسام ولا يجذب بعضها الآخر؟ هيا أبطال، لأن المغناطيس يجذب الأجسام المصنوعة من الحديد مثل مشابك الورق، أما الأجسام الأخرى فهي مصنوعة من البلاستيك مثل أغطية القلم والمطاط، فلا تنجذب إلى المغناطيس. السؤال الأساسي: ما المغناطيسات؟ المفردات: التجاذب، قطباء، المغناطيس، التنافر. هذه المفردات التي سنتناولها بشكل مفصل بإذن الله سبحانه وتعالى. ماذا تفعل المغناطيسات؟ يمكن للمغناطيس أن يجذب أو يسحب بعض الأجسام وليس كل الأجسام، كما يمكنه أن يجذب الأجسام حتى في وجود بعض الحواجز الصلبة أو السائلة أو الغازية، سنأخذها بعد قليل بشكل مفصل بإذن الله سبحانه وتعالى. يستطيع المغناطيس القوي أن يجذب الأجسام البعيدة عنه، لأن المغناطيسات عندنا نوعين، عندنا مغناطيسات قوية ومغناطيسات ضعيفة، وكلما ابتعد المغناطيس عن الجسم ضعفت قوة جذبه للجسم. خلاص؟ تصنع المغناطيسات من إيش؟ من الحديد، وتجذب الأجسام التي تحتوي على الحديد. نعيدها مرة أخرى، يعني المغناطيس ما يجذب الأجسام التي تحتوي على المطاط أو البلاستيك، يجذب الأجسام المصنوعة من الحديد أو التي تحتوي على الحديد. في عندنا بعض الأوراق الموجودة على سطح الثلاجة تم تثبيتها بهذه الطريقة. المغناطيس يثبت هذه الأوراق في مكانها ويمنعها من السقوط. هذا هو المثال اللي قلنا عليه قبل شوي، المغناطيس لم يلامس هذا المشبك، وإنما قوة المغناطيس أثرت عليه فسببت له قوة جذب. قوة الجذب هذه حتى لو لم يتلامس المغناطيس مع نفس قطعة الحديد هذه فإنه يأثر عليه. يجذب المغناطيس مشبك الورق من دون أن يلامسه. هذه هي نوع من أنواع المغناطيسات، وهي المغناطيس على شكل حذوة فرس. لا يجذب المغناطيس الكثير من المواد، ومنها الخشب والبلاستيك وبعض المعادن ومنها النحاس. أتجول في غرفة الصف، أتجول في غرفتي أنا في البيت حاليا ومعي مغناطيس، وألاحظ المواد التي سيجذبها المغناطيس والمواد التي لا يجذبها المغناطيس، زي ما قلنا سابقا الأدوات التي يجذبها المغناطيس هي التي تحتوي على إيش؟ على الحديد أو المصنوعة من الحديد، بينما المواد التي لا يجذبها المغناطيس هي التي مصنوعة من البلاستيك أو الورق أو المطاط.
ماذا يجذب المغناطيس؟ يلا يا أبطال، يجذب المغناطيس المواد المصنوعة من الحديد، ولا يجذب الكثير من المواد مثل الخشب، البلاستيك، وبعض المعادن مثل النحاس. أقرأ اللوحة التالية. أي الأجسام يجذبها المغناطيس؟ في عندي 1 2 3 4 قلم تلوين شمعي برغي من الحديد ممحى قفل، فعندنا ينجذب ولا ينجذب. طيب اللي نضع علامة صح على الجسم الذي يجذبه المغناطيس وعلامة صح أيضا على الجسم الذي لا يجذبه المغناطيس في هذه المربعات بهذا الشكل. طيب قلم التلوين الشمعي ينجذب ولا لا ينجذب ونضع الصح؟ ممتازين. هنا برغي من الحديد ينجذب أو لا ينجذب؟ ممتازين. الممحى المصنوعة من المطاط؟ ممتازين. القفل المصنوع من الحديد؟ ممتازين. ينجذب. طيب هل يجذب المغناطيس القلم ولماذا؟ فعندي قلم رصاص. هل يجذب المغناطيس القلم؟ ها يا أبطال، ولماذا؟ لا يجذب المغناطيس القلم لأنه إيش؟ لا يحتوي على الحديد. ما القضبان؟ هذا عنوان أيضا موجود عندنا. طرفا المغناطيس يسميان قطبي المغناطيس. قوة الدفع أو السحب للمغناطيس تكون أكبر ما يمكن عند قطبي. قوة السحب أو الجذب للمغناطيس تكون أكبر ما يمكن عند قطبي. طيب فالمنتصف في قوة جذب ولكن ليس بنفس القوة الموجودة عند قطبين. ولكل مغناطيس قطب شمالي وآخر جنوبي. طيب ما عندنا احنا مغناطيس هسه، ما ورطتنا. هذه المغناطيس قدامنا، هذا القطب الشمالي وهذا القطب الجنوبي، قطباء المغناطيس هذا وهذا. طيب هنا هل يوجد قوة جذب؟ نعم يوجد قوة جذب، ولكن القوة الأكبر تكون هنا وهنا عند قطبي المغناطيس. واضح يا أبطال؟ عندما نضع القطب الشمالي لمغناطيس بجانب القطب الجنوبي لمغناطيس آخر فإنهما ينجذبان. كيف يعني؟ بالطريقة هذه، عندنا مغناطيسان، القطب الشمالي مع القطب الجنوبي وش اللي يصير فيهم؟ ينجذبان. القطب الجنوبي مع القطب الشمالي ينجذبان. طيب نشوف اللي بعدها. إذا وضعنا القطبين الجنوبيين أحداهما بجنب الآخر فسوف نلاحظ أنهما يتنافران، أي يدفع كل منهما الآخر بعيدا، ويحدث الشيء نفسه إذا وضعنا قطبين شماليين أحدهما بجنب الآخر. إذا وضعنا جنوبي جنب جنوبي يتنافران، إذا وضعنا شمالي جنب شمالي أيضا يتنافران. واضح يا أبطال؟ هذا المغناطيس يجذب برادة الحديد. هذا هنا يسمى المجال المغناطيسي، يسمى المجال المغناطيسي. لاحظ أن قوة المغناطيس تركزت عند قطبين. هنا في قوة، نعم في قوة، ولكن ليس بعدد إيش؟ بعدد برادة الحديد التي كانت عند قطبين. تختلف المغناطيسات في قوتها، بعض المغناطيس قوي، بعض المغناطيسات قوتها قليلة أو ضعيفة. كوكبنا الأرض مغناطيس ضخم مثل أي مغناطيس عادي، له قطب شمالي وقطب جنوبي. هذه كرة أرضية أيضا لها قوة جذب مغناطيسية في شمال الكرة الأرضية وفي جنوب الكرة الأرضية، القطب الشمالي والقطب الجنوبي. يوجد مجال مغناطيسي يحيط بالأرض من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي، هذا هو المجال المغناطيسي، يحيط بالأرض من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي. ما هذه يا أبطال؟ البوصلة. ممتازين. البوصلة مغناطيس ولها مجال مغناطيسي،
حيث تتجه إبرة البوصلة إلى القطب الشمالي للأرض. القطب الشمالي للأرض، طبعا احنا وضعناها كذا عشان نوضح لكم أنها تتجه إلى القطب الشمالي. إبرة البوصلة مغناطيس وتحدد بها الاتجاهات. في أي جزء من المغناطيس يكون الجذب أقوى ما يمكن؟ ها يا شباب، تونا قلناها عند القطبين، ممتازين. أفكر وأتحدث وأكتب، مشكلة وحل، مغناطيسان يتنافران، كيف أجعلهما يتجاذبان؟ ها يا بطل، بعكس القطبين لأحد المغناطيس، فإن المغناطيسين يتجاذبان مباشرة، ما الذي يجذبه المغناطيس؟ هل يجذب المطاط؟ لا. هل يجذب الخشب؟ لا. يجذب المغناطيس المواد التي تحتوي على الحديد. ما المغناطيسات يا أبطال؟ يلا يا أبطال، ما المغناطيسات؟ هي مواد مصنوعة من الحديد لها قدرة على جذب الأجسام المصنوعة من الحديد أيضا. واضح يا أبطال؟ مراجعة الفصل 11. في عندنا مجموعة من المفردات: الجاذبية الاحتكاك، يجذب يتنافر، القطبين قوى. أكمل كل من الجملة التالية بالكلمة المناسبة: تتوقف الكرة المتدحرجة على أرض الغرفة بسبب الاحتكاك، ممتازين. التي تليها: طرفاء المغناطيس يسميان إيش؟ القطبين، ممتازين. التي تليها: تسقط الأجسام على الأرض بفعل قوة إيش؟ ها يا أبطال، الجاذبية. القطب الشمالي لمغناطيس يتنافر مع القطب الشمالي لمغناطيس آخر. طيب إذا كان مع قطب جنوبي يكون يتجاذب، ممتازين. المغناطيس فراق الأجسام التي تحتوي على الحديد. ها يا أبطال، وش يسوي المغناطيس بالأجسام التي تحتوي على الحديد؟ يجذب، ممتازين. نستطيع تحريك الأشياء باستخدام فراغ مختلفة. ها يا أبطال، قوة مختلفة. ألخص: أصف كيف أضع المغناطيس على السيارة الثانية. هذه السيارة الأولى، هذه السيارة الثانية، لكي أجعلها تبتعد عن السيارة الأولى. أبغاها تبتعد، ما أبغاها تقترب. وش الشيء اللي أسويه؟ أضع المغناطيس على السيارة الثانية بحيث يكون الأقطاب المتشابهة مواجهة. ليش نخلي الأقطاب المتشابهة مع بعض أحمر وأحمر؟ كي تتنافر، فيحدث تنافر بينهما. ماذا تفعل الجاذبية؟ تسحب الأجسام في اتجاه الأرض. السؤال العاشر: كيف تتحرك الأجسام؟ ممتازين. تتحرك الأشياء أو الأجسام بتأثير القوة عليها. نموذج اختبار: اختر الإجابة الصحيحة، انظر إلى الصورة المجاورة، صديقنا هذا جالس إيش؟ يدفع الباب. ما القوة التي يستخدمها الطفل لإغلاق الباب؟ يريد أن يغلق الباب. هل الجاذبية أم الاحتكاك أم السحب أم الدفع؟ هيا أبطال، ممتازين، الدفع. ما الجسم الذي لا ينجذب إلى المغناطيس؟ هل هو مشبك الورق
أم المقصات أم شريط مطاطي أم دبابيس؟ ها يا أبطال، الذي لا ينجذب. شريط مطاطي، ممتازين. في هذا اليوم قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من هذا الدرس، وهذا ما لدينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأتمنى التوفيق للجميع. نلقاكم بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل.